أما ليا أولى فقراتنا لليوم راح تكون مع الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال، لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي الذي هو أصل من أصول الإيمان. لنحكي أكثر عن قصة مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. معنا الدكتور أحمد سامر القباني، رئيس لجنة الإفتاء في دمشق. صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير. صباح النور، إن شاء الله كل عام وأنت والوطن وقائد الوطن بألف خير وصحة وعافية. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بالبداية خلينا نحكي عن قصة ومولد الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. لا شك أنه لحنا لما بيجينا مولود، أي واحد بيناتنا بيجي مولود بيفرح كتير، ولأنه بيفرح كتير بنلاقي بيوزع حلوى، بيوزع ممكن يتكرم على هالناس اللي ما عندها شيء، تلاقيه فرحان بيعمل حفلة. هذا إذا كان المولود هو مولود عادي، فكيف بولادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ لذلك بنلاقيهم لحنا بالقرآن الكريم سيدنا يحيى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام، وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والآية الثانية، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فالمولد هو شيء جميل، ولادة أي إنسان شيء جميل، وفي ناس بيحتفلوا يمكن كل سنة بعيد ميلادهم. هي عبارة عن فرحة بوجود بمجيئه إلى هذه الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، فقالوا له لماذا تصوم يوم الاثنين؟ قال هذا يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، لما نزل عليه الوحي بغار حراء في كان في يوم الاثنين أيضا. وهذه المناسبات العظيمة اللي احنا بالنسبة لنا، إن كان ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام ومولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هي سماها الله عز وجل في القرآن الكريم أيام، أيام الله. فقال سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله، عم يقول له لسيدنا موسى ذكر بني إسرائيل يوم نجيناهم من فرعون وجنوده وأنقذناهم من التيه، هذه النعم العظيمة ذكرهم بها. ونحن منشوف دائما أنه لما بيكون عنا فرح بيكون هالفرح بطاعة رب العالمين، بيكون بشيء بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك لما نسمع الله عز وجل يقول في القرآن الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنحن نفرح بولادة هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، كما نفرح بولادة وميلاد بقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لسبب هام جدا، وهو أن ولادتهم هي ولادة للخير، ولادة للإنسانية الحقيقية، ولادة للرحمة، ولادة للحب، ولادة للسلام. لما لحنا منشوف بالقرآن الكريم أول سورة فيه نزلت في القرآن الكريم لحنا بنقرأها بالمصحف الشريف، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد منها الحمد لله مو رب المسلمين العالمين. رب العالمين، رسالة عالمية، رسالة الأنبياء والرسل ما إجوا فقط لأشخاص من أجل قومهم لينشروا السلام بالعالم كلياته، وبالذات الرسالة الإسلامية رسالة عالمية. فيبدأ الحمد لله رب العالمين، وآخر سورة في المصحف الشريف قل أعوذ برب المسلمين، برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ونقرأ في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين، لا رحمة للعالمين. فلذلك نفرح بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ولادته هي ولادة للرحمة، وهو يقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهدى. فدائما نربط بين ولادة الأنبياء والرسل وبين بعثتهم وتعاليم البعثة التي بعثوا بها. نحن منشوف قبل ما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم، العرب لا شك أنه كانوا أمة عندهم مكارم أخلاق، عندهم شهامة، عندهم كرم، عندهم مروءة، عندهم نجدة، إذا واحد استنجد فيهم. لكن كمان كان عندهم مساوئ أخلاق، يعني كانوا يأيدون البنات والمرأة. إجا الإسلام ليقلنا الرسول صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، وليقلنا القرآن الكريم ولهن
للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف. فإجا للتست حتى يساوي الرجل مع المرأة، بينما كانت تؤب البنت في الجاهلية قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى تؤب؟ تدفن وهي حية، عمرها ساعة بياخذوها من أمها، ما بده بنت، بده صبي عار. شو الجاهلية؟ هل العار بده يؤد العار تبعه؟ فنزل القرآن الكريم: وإذا الموؤودة سئلت يوم القيامة، إذا سألناها ده البنت وقالت أنا بأي ذنب قتلتوني، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قتلت. فالإسلام حرر المرأة من هذا. وبالتالي أيضا لما نحن بنشوف أنه كان العرب يعبدون الأصنام، طيب الأصنام عبارة عن حجارة يصنعها الإنسان وينحتها بيديه، لا تضر ولا تنفع. والقرآن حدثنا كل ما يحاورهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا له إنا وجدنا آباءنا لها عابدين. إذن الموضوع هو موضوع تقليد أعمى وليس موضوع عقلاني. فديننا هو دين العقل. وأول كلمة نزلت بالقرآن كله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ هي مرة ثانية، وربك الأكرم الذي علم بالقلم. شو القلم؟ كتير مهم لحتى يذكر بأول الآيات نزولا. قال إيه كتير مهم، علم هي مرة ثانية الإنسان ما لم يعلم، اقرأ مرتين، علم مرتين، ويذكر القلم في أول الآيات نزولا، ليدلنا أن هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رسالة العلم، رسالة القراءة. وللأسف اليوم يعني أمة اقرأ لا تقرأ، قليل من الناس اللي عم يقرأوا اليوم. لحنا كتير عم نشوف بمواقع التواصل الاجتماعي متابعات كثيرة جدا، والحقيقة هي فيها الغث وفيها السمين. لكن الشيء المثمر للإنسان أنه يكون في عنده كتاب حقيقة، بيصير بينه وبين الكتاب اللي هو ورق مأخوذ من الشجر من الطبيعة، والقلم وقت بيمسكه بإيده بيعلق، بيحط كتاب دائما بغرفة نومه بيقرأ قبل ما ينام ساعة، اللي هي وين ما طلع الإنسان هلأ بنشوف الغرب عنده ثقافة القراءة، وين ما راحوا بتلاقي أخذين معهم رواية، أخذين معهم قصة، أخذين معهم كتاب يستفيدوا منه. فهل إحنا هذا ديننا بالأصل؟ دين العلم ودين القراءة، وهو دين الأخلاق. إحنا بنفرح بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعرب كان عندهم مكارم أخلاق، لكن والله عبادة أصنام. كان أحدهم يصنع صنما من تمر، من التمر، فإذا جاع أكله. شو هالإله يلي أنت عم تصنعه بإيديك وإذا جعت تأكله؟ كان عندهم كذلك وأد البنات، حرب داحس والغبراء 40 سنة مشان ناقة ومشان امرأة راح ضحاياها الآلاف من القتلى. أكيد هو مولد للرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والرسول كل ما فيه عظيم صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء والرسل أجمعون. ولكن ننظر في القرآن التركيز على الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. وفاء الرسول عظيم وشجاعته عظيمة ورحمته عظيمة، لكن ربنا ذكر عظمته بالخلق. معناتها الأخلاق لها كتير منزلة كبيرة بديننا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. ممكن يكون إنسان دائم الصيام في النهار، دائم القيام في الليل، بأخلاقه الحسن وتعامله الحسن مع الناس يبلغ منزلة هذا الإنسان. نعم. هون دكتور يعني بدنا نسألك، عم نحكي نحن عن أخلاق الجاهلية اللي مثل ما عرفنا أنه كان في أخلاق معينة، لكن بالوقت نفسه كان في أخلاق فينا نقول كتير سيئة، وهي ما فينا نقول عنها أخلاق، هي عادات متوارثة. صح. عن الأجداد وصارت بحكم العادة عندهم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام عرف بصفاته الحسنة وبمكارم الأخلاق، خلينا نعرف أبرز هي الصفات واللي كمان حاول نشرها لجميع بلاد العالم مثل ما بنقول. الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن في اصطلاح القرآن الكريم، القرآن الكريم المشركين عبدة الأصنام، يعني كانوا يشركون مع الله هذه الأصنام على دعوة سمعوا من آبائهم أنها سوف تقربهم إلى الله هالأصنام وهالنحفة. الرسول بعث في أمة وثنية تعبد الأصنام، وهذه الأمة عذبت أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقتلت أصحابه ببداية الدعوة. وكل شيء لما بيجي إنسان بشيء عقلاني جديد أكيد بده يتحارب من قبل من حوله. وكانوا يجوا الصحابة لعند الرسول صلى الله عليه وسلم، مو الله هو خالق الكون؟ والآية بالقرآن: إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون.
فالله قادر على اهلاك المشركين ويخلص من هالشغله وبلا هالعذاب لاصحابه. سيدنا عمار ابن ياسر عذب حتى رجع عن ايمانه، وقتلوا له ابوه سيدنا ياسر وامه سيدتنا سميه، سيدنا بلال الحبشي عذب تحت الشمس، وكل ذلك ياتي الصحابه يستنجدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله الا تدعو على المشركين؟ خلاص انت دعائك مستجاب، ادعي لنا دعوه خلينا نخلص من الشغله. قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. حتى اللي عذبوا له قتلوا له اصحابه ما رضي، ليش؟ لانه اهل وطنه. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنده بعد نظر، ففي مكارم الاخلاق الانسان من اهم الاشياء يكون وفي لوطنه واهل وطنه ولو اختلف معهم بالراي. فهن اختلف معهم بالعقيده وبالراي ومع ذلك ما رضي عليهم. شوفي لما دارت الايام ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة منتصر، مو هيك؟ وفتح أخذنا اسمه فتح مكة، نعم. ونزلت فيه سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. حافظين كلياتنا، ما تظنون يا أهل مكة أني فاعل بكم؟ قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم. هدول قتلوا لك أصحابك يطالعوك من بلدك وكنت برا انت، وقلبوا عليك القبائل وغزوه بدر وغزوه احد وغزوه الخندق، وراحوا حاصروك وقتلوا قديش قتلوا العشرات من اصحابك. قلت لهم اذهبوا فانتم، بس على ليه حاسبهم؟ لا، اذهبوا فانتم الطلقاء. نعم، خلينا نتابع الحديث بمسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونحكي كمان عن ابرز المعجزات اللي طبعا كانت هي منارة للعالم كله. طبعا كل نبي كان في له معجزه بالبدايه، والمعجزه بيعرفوها انه هي امر خارق للعاده، يعني عاده هذا الشيء لا يحصل، مثل سيدنا موسى عليه السلام انشقاق البحر، لما ضرب بعصا البحر فانفلق وصار طريق يابسه فمرق هو وقومه، بعدين رجع البحر واغرق فرعون ومن معه. سيدنا عيسى عليه السلام خبرنا القران الكريم انه كان يحيي الموتى وكان يبرئ الأكمه ويبرئ الأبراص، وكان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، بيعمل بإيده هيك شغلة سيدنا عيسى بينفخ فيها بصير طير حقيقي. فالإحياء والإماتة سبحان الله هذا من الأمور الخاصة بالله سبحانه وتعالى، لكن ربنا أعطاها للأنبياء لحتى يآمن قوم فيهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ببعثته أعظم معجزة له خالدة على مر التاريخ هي القرآن الكريم. القرآن الكريم تحدى كل العرب في زمن الفصاحة والبلاغة. هلأ يمكن فشل لحن بين الناس، اللحن اللي هو عدم إقامة الألسن على وفق اللغة العربية الفصيحة، وصار تداخلت اللغات، واحد بيناتنا هلأ بجوز يحكي كلمتين عربي وكلمة إنجليزي، كلمتين عربي وكلمة فرنسي وهكذا. لكن بزمان الفصاحة والبلاغة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، هاتوا مما بدكم بس جيبوا سورة مثل القرآن. نحن صرنا هلأ 1444، كل عام وأنتم بخير، الهجرة ودعناها ذكرى الهجرة من فترة بسيطة، لهلأ ما حدا حسن يألف سورة من سور القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم المعجز اليوم اللي نحن عم نشوف بكل زمان في له تفسير، وعم يطلع معنا شغلات جديدة. واليوم نحن عنا مثلا بوزارة الأوقاف التفسير الجامع، هذا التفسير الجامع عم يقوم فيه السيد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد، تفسير للقرآن الكريم على وفق المعاصرة، على وفق ما يحتاجه الناس اليوم من المعاني، لأن القرآن الكريم هو لكل زمان ولكل مكان. نعم. فلما احنا نشوف القرآن الكريم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شلون إيه؟ ما كان في لا طيران لا صواريخ، شلون؟ شو اللي عرفه للرسول صلى الله عليه وسلم أنه كل ما ارتقى الإنسان في السماء بضيق نفسه، بقل نسبة الأكسجين، كأنما يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا دليل أنه معجزة إلهية. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. نعم. شو اللي عرفه للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه معجزة إلهية، هذا علم الله وهذا كلام الله. الآن اكتشفوا أنه بين كل بحر وبحر في مضيق، هالمضيق المياه تبعه ليست من هذا البحر وليست من هذا البحر، بتحليل عناصرها الكائنات المائية الموجودة فيها ليست من هذا البحر وليست من هذا البحر.
بينهما برزخ لا يبغيان. ماء هذا البحر وكائناته مختلفة عن هذا البحر وكائناته، بلونها، بارتفاعها، بشكلها. سبحان الله، هذا الإعجاز القرآني هو أهم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. نبع الماء من بين أصابعه، كان مع الصحابة فيما كانوا ما في ماء، في شوية ماء، فوضع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يده فنبع الماء من بين أصابعه الشريفة، انشق له القمر وأرى مشركي قريش تحدوه أنه أنت مو عم تقول نبي، خلي القمر ينشق. فأراهم رسول الله القمر منشقا بين جبلين، قسم منه هون وقسم منه هون. فهذه المعجزات للرسول صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والرسل كثيرة جدا. إحنا اليوم الحقيقة بهذا العصر الحديث ما أحوجنا إلى شمائل وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نتمثلها. السيد الرئيس الله يحفظه له كلام كتير حلو باجتماعه كان بالدعاة، وقال لهم أنه إحنا اليوم الكلام كتير، لكن أنا لما بتبع سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم ما في حدا يفسره تفسير خاطئ. أما كلام الرسول ممكن أنا فسره تفسير وأنت بتفسير وأنت بتفسير، قالك أنا هيك فهمته، بس لما بشوف الرسول صلى الله عليه وسلم أنا عم يعطي المرأة حقوقها، ما بحسن بسلوكه اليومي، ما بحسن إلا أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما بيقول للسيدة عائشة بيكون مع أصحابه، بيكون مع الناس بسفر للجيش تقدموا، فيتقدم الجيش إلا تعالي أسابقك. اليوم اللي احنا فقدنا هالرومانسية، مين عم يتسابق هو ومرته اليوم؟ قاعدين حتى إذا طلعوا سيران هو ومرته، بمسك الجوال هي بتمسك الجوال، هي الحقيقة. تعالي أسابقك، إيه نعم، فتقول سابقت رسول الله فسبقته، كانت نحيفة هيك ورشيقة، فسكت عني حتى حملت اللحمة وكنا في سفر، فقال للناس تقدموا، قال تعالي أسابقك، قال فسابقني فسبقني، فضحك الرسول، قال هذه بتلك، واحدة بواحدة. هذا الفعل للرسول بالمؤانسة بينه وبين زوجته. بحسن فسره تفسير تاني، ما له غير تفسير واحد، أنه إحنا المفروض نكون مع زوجاتنا وأهل بيتنا وببيتنا، إحنا مع أولادنا نكون ناس بسطاء، نكون ناس إحنا نلعب معهم، ناخذ ونعطي معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له إني لأعلم إن كنت راضية عني أو كنت علي غضبة. أنت بتكوني رايقة مني، وهذا رسول عم يقول لمرته هيك، وأنت بتكوني زعلانة مني. قالت كيف ذلك؟ قال إن كنت راضية لما تقسمين، إن كنت راضية تقولين لا وربي محمد، وإن كنت غضبة علي تقولين لا وربي إبراهيم، ما بتعود تذكر اسمه. فتبسمت قالت والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. قالت والله أنت بقلبي، صح ما طلع اسمك على لساني بس والله أنت بقلبي. طيب اليوم عم يقول لزوجته بعرفك أنت بتكوني مروقة أو أنت بتكوني مالك مروقة. هذا كلام دليل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم له صفتان، صفة البشرية يلي نحن بالنسبة لنا تعتبر قدوة وسلوك بالحياة اليومية، وفي صفة ثانية صفة الرسالة يلي بلغنا إياها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذا السلوك العظيم الذي يعني نراه مطبقا على أرض الواقع، ما بيبقى لنا بقى عذر، لحنا ما بيبقى لنا عذر أنه لحنا والله هذا موضوع مثالي، جمهورية أفلاطون ما رح نحسن نتبعه. لا، هذا سلوك قابل للاتباع وقابل للاقتداء. أنا بدي أقول بس شغلة، أنه لحنا اليوم نفرح أولادنا ونفرح زوجاتنا، هلا بيقولوا لي الناس دفعتنا مصاري، إيه معلش، خلينا عايد الناس اليوم زوجاتنا وأولادنا اليوم بعيدية أو نجيب لهم هدية اليوم بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الشهر اللي احنا بنقول للناس دائما أكثروا فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها جبر للإنسان المكسور، فيها قضاء لحوائجه، فيها تفريج لهمومه، فيها قضاء لدينه. إذا عليه واحد دين يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقضى ديونه وتفرج همومه وتحل كل أموره المعضلة بتنحل إن شاء الله. والأمر الثالث إنه نحن نقرأ أكثر شمائل الرسول وأخلاقه لحتى نتمثلها. هذا الشرع وهذا الدين ما إجا مشان يكون محطوط بس بالقرآن وفي كتب الحديث الشريف، بس مشان نطبقه لحنا، يكون في عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم على اقتفاء الأخلاق الفاضلة يلي هو إجا فيها. وإنك لعلى خلق عظيم. نعم،
يعني دكتور نحن كثير بدنا نتشكرك وبدنا نقول لك ينعاد عليك وعائلتك بألف خير يا رب وعلى سوريا. شكرا كثير ان شاء الله وعلى الوطن وقائد الوطن وكل اخواننا وكل هالناس. اكيد شكرا كثير لك واكيد من جد بنقول كل عام وانت بألف خير يا رب وان شاء الله يكون هذا الشهر شهر فرج على جميع الناس وجميع ان شاء الله باذن الله. شكرا لك دكتور.